أمامي لعبد الملك والكرة الانفرادية منتصف ملعب عبد الملك يسجل بروعة. عبد الملك يفتتح التسجيل في الدقيقة 13. كرة أمامية كانت ولا وجود لتسلل. الضغط الاتحادي ينجح والفرحة الكبرى للجمهور الاتحادي. وكرة أمامية لعبد الملك زيايا طبعا يدعو لوالده بالشفاء في هذه اللقطة. والكرة الأمامية جاءت لصالح الاتحاد. انفراد من منتصف ملعب فريق نادي بيروتي وعبد الملك وضعها ليست يعني ما كانت كرة أبدا ممكن تصب. شوف الكرة الأمامية عبد الملك كان خارج بعيد عن التسلل لأنه العودة كانت من القائد سيفير حيدري. نبدأكم بالشكل المناسب. شوف الوضع الرائع الرائع على يسار حارس المرمى رحمن أحمدي. كرة في المقص لا تصد ولا ترد. بالعقل وذكية وقوية وكل شيء وانفرادية ممتازة. يا سلام يا سلام.